ولمناقشة تقرير منظمة العفو الدولية باعتبار الاحتلال نظام فصل عنصري في فلسطين، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول أستاذ القانون والمتخصص في الشأن الفلسطيني الدكتور سعيد الدهشان. دكتور سعيد، مرحبا بك معنا. حياك الله أستاذ يونس والسادة المشاهدين جميعا. كما لاحظنا دكتور، تجمع المؤسسات الحقوقية يرحب بتقرير منظمة العفو الدولية باعتبار الاحتلال نظام فصل عنصري، ويبدو أن هذا الاحتفاء أكسب هذا القرار أهمية كبيرة فلسطينيا. ما أهمية ما وصلت إليه المنظمة؟ الحقيقة التقرير اللي صادر عن المنظمة تقرير رصين، تقرير شامل مبني على أسس قانونية وعلمية وإحصائية يعني متينة جدا. التقرير رغم أنه لا يتجاوز 31 صفحة إلا أنه مكثف ومليء بالمعلومات والأدلة القانونية. معروف أن منظمة أمنستي يعني هي منظمة تحظى باحترام وانتشار واسع في العالم، ينضم إليها نحو 10 ملايين عضو، وبالتالي هذه وثيقة قانونية لصالح الفلسطينيين بلا خلاف. وإن كان برأيي الخاص يعني قد تأخر صدورها كثيرا، نعم، لهذا لا يقلل من قيمتها، إلا أن الفلسطينيين يعانون من أكثر من 55 سنة بعد احتلال 67 من تفرقة عنصرية، وأيضا الفلسطينيين في أراضي 48 منذ أكثر من 74 عام يعانون من هذا التمييز العنصري في شتى مناحي الحياة. نعم. إذن هناك أهمية لهذا القرار، لكن هل يمكن استثماره أن يبنى عليه مثلا بجهود من السلطة الفلسطينية أو المنظمات الفلسطينية المعنية؟ القيمة القانونية عالية جدا للتقرير، لكن البعد والأثر الإنساني ضعيف. لا نتوقع أن تتغير حياة الناس أو أن تزيد حقوقهم نتيجة هذا التقرير، لكن سيغير هذا التقرير في البيئة القانونية وفي الاستخدام السياسي، التوظيف السياسي لهذا التقرير. سيظهر دولة الاحتلال عندما يأتي الفلسطيني بروايته يقول أنا مظلوم، أنا أعامل من تمييز. هذا يختلف عن منظمة محايدة دولية تأتي وتقول أن الفلسطينيين يعانون من سياسة تمييز وفصل عنصري أبرتهايد تشبه ما كان يحدث في جنوب أفريقيا، وبالتالي القيمة السياسية والقانونية ستكون أكبر على المدى المتوسط والبعيد. ما المطلوب من الفلسطينيين لاستثمار هذا التقرير وغيره من القرارات والتقارير السابقة؟ التقرير في قيمته القانونية يمكن استثماره في المقاضاة الدولية. نعم. المقاضاة الدولية يمكن هذا أكبر أثر للتقرير، بأنه وثيقة دولية من منظمة دولية غير حكومية يمكن الاستناد عليه في الدعاوي التي تقدم إلى قلم الجمهور في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ICC، وبالتالي هذه وثيقة دولية إضافية غير التقارير التي رفعت مثل جولدستون ومثل تقرير لجنة ديفيس بعد حرب 2014. ستعتبر هذه وثيقة دولية توضع أمام مكتب المدعي العام لفحص مدى جديتها ومدى قوة البيانات التي فيها، وبالتالي هناك جرائم ضد الإنسانية متعددة في حياة الناس تبدأ من الحق في الحياة انتهاء إلى الحق في التنقل، مرورا بالنقل القسري، مرورا بمصادرة الأراضي، مرورا بعرقلة الحياة الأسرية، مرورا باستخدام الحكم العسكري ضد الفلسطينيين لنزع أملاكهم، مرورا بالتفرقة في القانونية والتشريعية. تعلم يعني أن يعيش داخل فلسطين الانتدابية الآن 14 مليون 17 عفوا 7 ملايين فلسطيني و7 ملايين يعني بين قوسين يهودي، وبالتالي لا يحق للفلسطينيين التملك مثل ما يحق للإسرائيليين، لا يحق للفلسطينيين التمتع بحقوق على قدم المساواة. إذا تحدثنا عن جريمة فصل عنصري نحن نتحدث عن 3 أركان، وهذا بعيدا عن سؤالك لكن وهو كلام للإضافة مهم، تفضل دكتور. للمشاهدين. فالركن الأول هو ركن هيمنة جهة معينة أو فئة عنصرية على جهة أخرى. الركن الثاني هو وقوع الاضطهاد. الركن الثالث هو الحرمان من الحقوق، وكل هذه الأركان قائمة في الحالة الفلسطينية الإسرائيلية إنجاز نعم، التالي. ونحن كما نعرف أن الكيان الصهيوني ليس عضوا في محكمة في الجنائية الدولية، ولم يوقع على وثيقة التأسيس، كيف يمكن أيضا استثمار هذه النقطة دكتور؟
لا يشترط أخي، لا يشترط، لا يشترط للمقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية أن تكون إسرائيل ممبر ستيت. نعم وبالمناسبة إسرائيل كانت في الدول التي ناقشت الوثيقة في روما عام 1998، والولايات المتحدة هي وسبعة دول أخرى، لكنهم انسحبوا، لم ينضموا ولم يوقعوا. وهذه يعني تضع علامة استفهام، بعض الدول تحضر لهذه المؤتمرات الدولية لتقلل من سقفها ثم تنسحب، هذا ما تفعله الولايات المتحدة، لكن هذا لا يقلل من القيمة القانونية ومن القوة في تحريك الدعوة. فالقوة في تحريك الدعوة لها ثلاثة يعني مسارات، ليس من ضمنها أن تكون الدولة المدعى عليها دولة طرف، نعم لا يشترط هذا. واضح دكتور، لكن هل تعتقد أن الفلسطينيين تحركوا بما فيه الكفاية من أجل يعني إزعاج الاحتلال أو خوض معارك قانونية في تلك المحافل؟ والله لنكن موضوعيين، يعني لا يجرمننا شنآن قوم ألا نعدل. السلطة الفلسطينية تأخرت لكنها فعلت، نعم، ثم بعد أن فعلت قصرت، يعني نعم ولا. الإجابة الفلسطينيين لم يستثمروا كل الاستثمار، لكن نتيجة الضغوط الفصائلية بعد حرب 2014 وافقت السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير لتقديم دعوى أمام المحكمة في 1/1/2015، ثم طلب الانضمام في 2/1/2015 الذي دخل حيز النفاذ في 1 نيسان 2015. وبالتالي دولة فلسطين هي ممبر ستيت أو دولة طرف في ميثاق روما والمحكمة الجنائية الدولية من 2015 تحديدا من 1 نيسان. يعني نحن فعلنا، لكننا لم يعني نرفع كافة القضايا، فقد اقتصر الأمر على ملفين أساسيين وهما بالمناسبة كبيران ومهمان، ملف الاستيطان في الضفة الغربية وملف جرائم الحرب في قطاع غزة. أي جريمة تثبت على أي قائد إسرائيلي تكفي لأن يقضي بقية حياته داخل السجن. نعم. لكن الجهد الفلسطيني غير كافي في المتابعة، وسمعنا مؤخرا ربما يعني الحديث سياسي أو تسريبات إعلامية أن السلطة أو أبو مازن تحديدا ينوي يعني سحب الملف أو تجميده. ما مدى أثر ذلك على مسار العدالة، وهل يمكن إيقاف مسار العدالة لو سحب، أم أن الحق العام الدولي الذي سيستمر؟ هذه مسألة سنراقبها في الشهور القادمة. ما المطلوب من السلطة لكي يصبح جهدها كاف لملاحقة الاحتلال ومجرمي الحرب؟ أن تتابع الملف عن كثب، أن ترفع وتتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، أن ترفع كافة القضايا، كافة الجرائم، بدءا من الإبادة الجماعية وانتهاءا بالفصل العنصري، كل الجرائم، القتل العمد، الاستيطان، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، مصادرة الأراضي، كل هذه الجرائم تصنع فيها ملفات بتكليف من وزارة الخارجية أو أي وزارة أخرى، وتقوم بتحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتتابع مع المحكمة كل المستجدات، وتحاول سد الثغرات أمام المحكمة الجنائية الدولية إن وجدت، حتى لا يكون هناك يعني رفض للملف شكلا وليس مضمونا. نعم دكتور، إلى أي مدى ساعد التطبيع العربي مع الاحتلال على تغول الاحتلال وعدم خشيته من ملاحقة قانونية حقيقية؟ وهل يعني أثر ذلك بالفعل؟ يعني لو كانت العلاقات العربية الإسرائيلية كما كانت في الماضي سيئة، هل كان يمكن بالفعل أن يؤثر ذلك في ملاحقة الاحتلال قانونيا؟ تحريك عمل المحكمة لا يتأثر بالوضع القانوني أو بالبيئة السياسية الإقليمية لإسرائيل أو التطبيع الجاري يعني أو الذي حدث قبل عامين، هذا لا يتأثر، هذا مساران مختلفان. نعم. المحكمة طالما حركت إليها القضية من مجلس الأمن أو من المدعي العام من تلقاء نفسه أو من دولة طرف، تتحرك بفتح تحقيق. ومعروف أن بالعام الماضي 2021 أخذت المدعية العامة فاتو بن سودة قرارا بفتح تحقيق، هذا يعني انتهاء 4 مراحل من التحقيقات الأولية أو الدراسة الأولية. إذا انتهت الدراسة الأولية ينتقل إلى فتح تحقيق، وهذا يكون بأمر من قاضي في المحكمة، ينتهي التحقيق بتوجيه لوائح اتهام ضد قادة الاحتلال، غير الموضوع للدراسة الأولية. الدراسة الأولية يكون كفاية الأدلة، جدية المعلومات، موضوع الاختصاص، موضوع القضاء التكميلي. أما إذا فتح تحقيق فلا بد أن تكون هناك جريمة ومجرم ومتهم.
نعم، شكرا لك دكتور سعيد الدهشان أستاذ القانون والمتخصص في الشأن الفلسطيني، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا.